ثانيا استدلالهم وفهمهم الخاطئ للآية من سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فيقولون نحن نفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا الآية تتحدث عن القرآن والإسلام والإيمان، ولذلك قال في بداية الآية: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة. ما هي هذه الموعظة؟ القرآن. وشفاء لما في الصدور من أمراض الشبهات والشكوك والشهوات، وهدى من الضلالة، ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. واختلفت معاني هذه الآية فضل الله ورحمته عند الصحابة، ودارت بين الإسلام والقرآن وأن جعلك الله من أهل الإسلام والإيمان. نفترض أن معنى الآية بفضل الله وبرحمته هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام رحمة. طيب، هل معنى ذلك أن نخصص ربيعنا الأول بالخيام والرقص وإنشاء الطرق والقصائد الشركية من يوم واحد إلى يوم 12 ربيع الأول؟ هل هذا هو معنى الآية؟ وهل هذه الآية لم يفهمها النبي صلى الله عليه وسلم على وجهها، ولا الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين، حتى جاء الصوفية ففهموها بهذا الفهم؟ فهذه الآية لا علاقة لها بذلك، إنما يفرح الإنسان بأن بعث إليه محمدا صلى الله عليه وسلم، وبأن أنزل إليه القرآن الذي فيه هداية الدنيا والآخرة. وهذا الفرح كقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. فهل فهم الصحابة من هذه الآية فرحين إنه يجعل يوم استشهاد الصحابة يوم أحد يوما للرقيص، ويوما لإنشاء القصائد، ويوما معروفا من السنة لإنشاء البدع؟ لكن لما فهموا هذه الآية بفهمهم هم ضلوا عن المعنى الصحيح.